نيابة عن 78 دولة، ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز الواصل بيانا حول خطاب الكراهية والتعصب الديني والتطرف، أدان فيه الأعمال الإرهابية ضد المسلمين في حادثة نيوزيلندا، واصفا تلك الحادثة بأنها سلسلة لأحداث عنصرية تتغذى من ثقافة الإسلاموفوبيا. The entire world and the international community are deeply disturbed by this terrorist act in New Zealand, which unfortunately is not the first of its kind, since it is only one of example of a series of successive racist and ethnically motivated incidents nurtured by Islamophobia and a culture of hatred, racism, violence, terrorism and extremism directed against various minorities, ethnicity and migrants in certain countries. أضاف المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف أن تحديات كبيرة تواجه الدول في تجريم السلوك المتطرف، مشيرا إلى أن البعض يبرر لخطاب الكراهية وثقافة التفوق العرقي في برلماناته تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، وهذا المنهج يغذي النزعة العنصرية ضد الأقليات والمهاجرين. The time has come to take a resolute and earnest measures again to silence the voices of extremism which are propagating a culture of hatred and violence, to embark on a positive and constructive course of action to resolve this crisis in an urgent manner consistent with the international norms, including in particular the Durban Declaration and Program of Action. وطالب سفير المملكة العربية السعودية بجنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوة جادة وصادقة لوقف التطرف وخطاب الكراهية والانخراط بشكل إيجابي لحل هذه الأزمة بشكل يتماشى مع الأعراف الدولية ومع اتفاقية ديربان التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأديان. كان للمملكة العربية السعودية خلال انعقاد أعمال مجلس حقوق الإنسان دورا متميزا وبارزا في صياغة القرارات والتوصيات الختامية. طه يوسف حسن، برنامج اليوم الثامن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.